مساء الخير على حضراتكم، برحب بكم في الـ ML Web Group بتاعتنا عن الـ Professionalism in Virtual Communication. احنا السيشن دي زي ما قلنا هنتكلم عن الـ Polarity Mapping. السيشن دي او الزوم ميتنج، انا سعيد ان انا انضميت للمجموعه دي حديثا، وبشكر دكتوره سامر الادفايزر بتاع الجروب ان هي دعتني اكون موجود معاهم. الجروب والشغل اللي اتعمل في الجزء ده قام بزمايلي الدكتوره حنان صالح من دفعه 2020، الدكتور ياسر السيد، الدكتوره دعاء المرسي، ومن دفعه 2021 الدكتوره سحر العجاتي والدكتور احمد سنبل والدكتوره سلوى عواد. هنبدا السيشن بتاعتنا باوتلاين عن البولاريتي مابينج، وهتكلمنا عنه الدكتوره دعاء المرسي. اتفضلي يا دكتوره دعاء. شكرا جزيلا يا دكتور اسامه. Welcome all. It's my pleasure to be a representative of my group. Let us start بالاوتلاينز بتاعت الويبينار النهارده ان شاء الله. We will go through definition of polarity mapping, how it works, structure of polarity map, and steps to set limit. خلونا الاول كده نبدا مع حضراتكم. يعني عايزه اسالكم سؤال، قبل الكوفيد 19 البانديميك اللي حصلت ده، حضراتكم كنتوا شايفين الفيس تو فيس كوميونيكيشن كان بروبلم بالنسبه لنا ولا ده كان حاجه عاديه بالنسبه لنا؟ بالنسبه للفيس تو فيس، لو كوميونيكيشن بيننا وفي القسم او بين زمايلنا، انا كنت بحس فيس تو فيس ما فيهوش في مشكله. ده لو على المستوى العملي يعني، لكن على مستوى الطلبه الفيس تو فيس كانت في مشكله، ان الاجيال الجديده لا ما بقتش بتحضر قوي محاضرات، لو بتيجي سكشنز بتيجي عشان الغياب اكتر، مش عشان هي مرحبه بالفيس تو فيس يعني. تمام، شكرا دكتوره اماني. دكتور ياسر. السلام عليكم. اهلا وسهلا بيكم، وحشتونا والله. عايز اقول ان البانديميك ستيت اللي احنا فيها دلوقتي هي اللي عرفتنا عيوب الفيس تو فيس. يعني احنا اصلا كنا طول عمرنا ماشيين تو فيس فيس تو فيس. وما موضوع حلو جدا. يعني حضرتك قبل الكوفيد 19 حضرتك ما كانش عندك مشكله في الفيس تو فيس؟ لم نلمس الموضوع الفيس، لان ما كانش عندنا اوبشن ثاني. احنا ما كانش عندنا اوبشن ثاني، وبالتالي احنا ده اللي احنا كنا شغالين بيه، سواء في الميتنجز بتاعتنا او سواء كليكتشرز بتاعتنا، هو احنا كان الموضوع فيس تو فيس. لكن احنا لما بدا دلوقتي موضوع الاونلاين ميتنج والفيرجوال كوميونيكيشن، فبدانا ان احنا دلوقتي نحس ان في عيوب ظهرت في الفيس تو فيس، اللي حتى احنا كان الجروب بتاعنا هو كنا بنكتب العيوب دي وقلناها حاجات كتير جدا ظهرت فيس تو فيس. احنا لما نيجي نرجع لها تاني حتى دلوقتي ان شاء الله بعد ما الموضوع ده يخلص، هنحس ان في عيوب كتير جدا احنا ما كناش واخدين بالنا منها، واحنا اصلا يمكن سردنا منها شويه. فده بس اللي انا كنت عايز اقوله، ان الموضوع ده هو اللي وضح لنا عيوب الفيس تو فيس. ايفن ثانك يو سو ماتش دكتور ياسر. هو ايفن حتى كمان لما كان عندنا مشاكل في الفيس تو فيس وكنا عارفين انه في مشاكل، كنا تراي تو سولف ات. يعني كنا بنتعامل مع الفيس تو فيس اياميها انها في مشكله واحنا وي تراينج تو سولف ذيس بروبلم، صح؟ during the pandemic احنا حصل لنا يعني 180% shift ان احنا بدأنا ندخل في الاونلاين، وما عندناش option تاني او virtual communication، وما عندناش option face to face ده. فبرضو بدأنا نتجه ان احنا نكتشف انه في عيوب او انه في مشكلة ومحتاجين ان احنا نحلها، سواء بقى في البلاتفورمز اللي احنا بنستخدمها، سواء في الكوميونيكيشن بيننا وبين الطلبه، في الانجيجمنت ازاي نخليهم انجيج معانا في during the lecture and so on. After pandemic احنا دلوقتي عندنا حاجتين، عندنا الفيس تو فيس كوميونيكيشن وعندنا الفيرتشوال كوميونيكيشن، عندنا both of them، صح كده؟ فاحنا we will never ان احنا هنشتغل بده لوحده ولا بده لوحده، احنا دلوقتي حاليا شغالين بالاثنين. فعشان كده الجروب رأت ان احنا عندنا الكوميونيكيشن طبعا يعني بيج توبيك، والبروفيشناليزم بيج توبيك، فاحنا حاولنا نختصره في البروفيشناليزم ان فيرتشوال كوميونيكيشن، وركزنا على نوعين مهمين حاليا اكثر البانديميك من الكوميونيكيشن، وهم الفيس تو فيس والفيرتشوال كوميونيكيشن. وده اللي حضراتكم اشتغلتوا عليه في assignment 1،
ويمكن ما كانش الجروبس عارفه كل واحد بيشتغل في ايه، لكن هو ده كان ملخص الاساينمنت بقى، ان احنا تراي ان احنا دلوقتي نشوف الاثنين موجودين قدامنا as a pools as a values قدامنا، ما هياش مشاكل، هم عندنا two options الاثنين مع بعض، مش الاثنين يا ده يا ده او الاثنين against بعض، لا ده الاثنين حاليا بيكملوا بعض. وهي دي فكرة البولاريتي مابينج، او ان احنا نشوف الحاجة اللي قدامنا as a pools قبين لحاجة واحدة. فبالتالي لما نجو through definition of polarity mapping، هو هنا في quotation لطيفة كده بتقول إن الـ polarity we meet in every part of nature in darkness and light، عندنا نور وعندنا ظلمة، عندنا heat عندنا cold، عندنا male عندنا female، وبالتالي في حاجات كتيرة two pools ليها two values الاثنين interdependent على بعضهم أو لبعضهم، مش عندنا ميل بس أو فيميل بس. فدي الباور بتاعة البولاريتي، إن احنا نشوف الطابق أو الحاجة اللي قدامنا as a pulse. بيقول principle of polarity state that like and the unlike are the same, that opposites are identical in their nature and different in their degree. وبالتضاد تتضح الأشياء. فإحنا دايما عندنا صبح وليل، عندنا تيم وعندنا individual، عندنا student center وعندنا teacher center، عندنا centralization و decentralization، عندنا face to face وعندنا virtual communication. And مش or. The power of and. What do you see؟ حضراتكم شايفين إيه في الصورة دي؟ أعتقد face to face يا دكتورة دعاء. Face to face. حلو ده دكتور أسامة. حد شايف حاجة تانية؟ ساعة رملية كده مثلاً. ترابيزة أو فازة أو أي حاجة. حلو قوي. هل أقدر أقول لك إن أنت غلط وإن دي فازة بس وما فيش وشين؟ لا ما ينفعش أقول لك وما فيش صح وما فيش غلط. ولو شلت الأبيض ده هل حضرتك هتشوف الفازة؟ مش هتشوفه. ولو شفت الاسود هل هتشوف الوشين؟ مش هتشوفه. فهو ده برضو اللي احنا بنقوله ان الاوبوزيتس هي اللي بتخلي الحاجه مور كلير. فده ما فيهوش each is right but only half right unless they see both. يعني انا لو شلت نص الصوره دي، شلت الابيض اللي في الصوره، حضرتك مش هتشوف غير نص واحد بس، ولو شلت الاسود مش هتشوف حتى كمان الابيض. فهما الاثنين complementary to each other، هما الاثنين بيكملوا بعض، وعشان كده بنقول هما interdependent. ودي the key word في حالة polarity mapping، إنه الاثنين مترابطين، دي and دي، البول ده and البول ده. فمهم قوي إن إحنا نبقى بصين للحاجة بالمنظر. polarity mapping دي بدأت مع عن طريق واحد اسمه باري جونسون، وبدأ يفكر إن إحنا في الإنهاليشن والإكزاليشن بتاعنا. حضراتكم لو بصيتوا على هذا الدياجرام البسيط، وحاجة بتحصل روتينلي وإحنا كونشيس وإحنا أنكونشيس، هي شغالة. دلوقتي عندنا إنهاليشن وإكزاليشن أو إنسبيريشن وإكسبيريشن. طيب حد فكر لو إحنا فضلنا نعمل إنسبيريشن طول الوقت طول الوقت طول الوقت هيحصل إيه؟ أسيدوزيس. يعني طيب خلينا بلاش هيتكون CO2 عندنا كتير ودخلنا في respiratory acidosis، صح؟ طيب احنا محتاجين نعمل inhalation عشان ناخد الاكسجين، بس a lot of inhalation لو فضلنا طول الوقت بنعمل inspiration and didn't get right من CO2، هيبقى عندي downside وانزل لتحت هنا وبقى عندي too much CO2. وبالتالي ربنا على طول أول ما بيلاقي في شوية CO2 اتكونوا زيادة، فبيخلينا force في البادي إن هو يحصل إيه؟ نحن نعمل expiration to get right من CO2. طب ولو فضلنا نعمل expiration طول الوقت هنطلع في CO2 وما بناخدش oxygen، هيحصل إيه؟ هيدخلنا في the downside which is too little oxygen، وندخل في hypoxia و cyanosis. وبالتالي احنا محتاجين inhalation exhalation عشان to get the oxygen اللي احنا محتاجينه and في نفس الوقت get rid of CO2 اللي احنا مش محتاجينه.
فشايفين الموضوع دايما is a dynamic process. هو شغال inhalation، خدنا أكسجين، لما CO2 زاد شوية رحنا رايحين الناحية التانية، عملنا expiration getting rid of CO2، لما بدأنا يحصل إن CO2 بدأ يطلع بكمية كبيرة والأكسجين قل اضطرينا نروح للناحية دي، وهكذا. شايفين السهمين دول بيفكروكوا بشكل إيه؟ العلامة دي بتفكركم بشكل إيه؟ Infinity. Infinity. حاجة في المالة نهاية. Is endless process. يعني الموضوع ده مش هينتهي غير إن إحنا خلاص يعني نتوكل على الله وننتقل للرفيق الأعلى. هي دي الحاجة الوحيدة اللي هستوب this process. Otherwise هي شغالة for infinity. يعني شغالة في المالة نهاية. وبالتالي لو بصينا على كل حاجة قدامنا ينفع يبقى فيها two pools، هتبقى بالمنظر ده، هتبقى دايماً dynamic process and getting from upside here to downside شوية، وبعدين نرجع نشفت للأذر upside، وبعدين لما ننزل للdownside نروح نلحق نفسنا ونطلع على طول في الupside بتاع الopposite side and so on. ده الconcept of the polarity. بالتالي polarity هي interdependent pairs of value need each other over time to create positive and sustained results. وده الthinking الحقيقة اللي احنا مهمة قوي نفكر فيه. عبارة عن ايه polarity map؟ من الشكل اللي احنا شايفينه ده في two circles وفي four quadrants. طيب ال two circles دول اللي انا ببتدي افكر فيهم، وهنا في كلمة and sorry يعني لو ما كانتش باينة، بس في هنا كلمة and ودي تحتها مليون خط، يعني this pool and this pool they are complementary to each other. ما ينفعش واحد لوحده يشتغل. ال upper quadrant في الناحية اليمين وفي الناحية الشمال دول هم ال upsides بتاعتهم اللي هي ال positive بتاعه. لما هعمل inhalation يعني هجت oxygen، هبتدي يبقى عندي energy، هبتدي أعرف اللي يحصل ميتابوليزم، الأورجانز هتشتغل، الفيتال أورجان وهكذا، الهارت هيبمب البلود and so on. فدي كلها benefit أو advantage إن أنا أكيب نفسي في الأبسايد بتاع this book. طيب ولما يبقى عندي expiration والCO2 يخرج، يبقى أنا كده بحافظ على pH بتاعتي، يبقى أنا كده هبتدي أتخلص من الحاجات اللي هي ال waste product and so on. فدي برضو حاجة مهمة وليها advantage. فبالتالي دول ال upper two quadrant of each pool. لما يزيد هنا قلنا ان انا فضلت اعمل inspiration واتجمع too much CO2، ادخل في downside اللي هو disadvantage او ال cons of the excess inspiration. إن أنا عمالة excess inspiration، عمالة inhale oxygen inhale oxygen inhale oxygen، فكومت CO2 كتير، وبالتالي بدأ يعمل لي disadvantage أو دخلني في cones of this pool. طب عشان كده بدأت أجول ال upside down of the other pool اللي هو برضو لو فضلت شغالة exhalation طول الوقت هيدخلني في low oxygen ويدخلني في الداونسايد بتاع this pool. فكل pool له upper side أو up يعني upward يعني اللي هو بيسموه ال positive أو ال advantage أو ال bruise بتاع this pool، وله downside اللي هو disadvantage أو ال cons of this pool اللي احنا عايزين بقدر الإمكان نتفاداه، إن احنا ما نوصلش لهذه ال disadvantage. فهي is a dynamic process thing و interdependent. فده تركيبة الـ four quadrant وزي التقسيمة بتاعتهم for example. طب حد يعرف يشوف أي two pools تانيين يقول لنا عليهم؟ يعني من الكلام كده ممكن إيه تاني نعتبره two pools؟ ده and ده. انت قصدك دكتوره تريشنز الموضوع فور اكزامبل، حد يدي اكزامبل لحاجه ينفع يبقى لها تو بولز؟ ستوري وده ستوري دكتوره دعاء.
اتفضل. لا انا كنت بقول distance learning and face to face learning مثلا. ماشي تمام. ايه دكتوره سحر كنت هتقولي حاجه؟ انا كنت هتكلم على يعني زي ما قلت الانهاليشن والاكزهاليشن. فعندنا السيستول والدياستول ماسل كونتراكشن ماسل ريلاكسيشن حاجات دايما ما فيش استغنى عنها. اه يعني شكرا جزيلا يا دكتوره سحر. اه لو فكرنا على فكره بس في الحاجات اللي في جسمنا احنا فعلا كونتراكشن وريلاكسيشن اوف ذا ماسل السيستول والدياستول اوف ذا هارت. ما هو كل ده ما ينفعش واحد بس يشتغل والتاني ما يشتغلش. ميتابوليزم كاتابوليزم وانابوليزم. اه ثانك يو سو ماتش. ايه كمان؟ ديبولاريزيشن ريبولاريزيشن. اه هنشتغل فيسيولوجي. صباح صباح الفل صباح الفل. فور اكزامبل يعني لو فضلنا فعلا نشوفوا احنا بس الهيومن از ا هيومن بينج. ايوه وسمبا سمباثيتك وبارس. ايوه ما هو يعني شوفوا الفكره ان احنا لما بدانا نعمل مايند شيفت في دماغنا بدانا نشوف حاجات كتير احنا ما كان يعني ممكن تكون كانت خافيه علينا. في حاجه ثانيه يا دكتوره دعاء في نظريه الطب برضو النظريه الصينيه ديواليتي ثيوري ديت اللي هو الروح والجسد مثلا البالانس ما بين الانترنشيب والاوت شيب دي يعني كلها ثنائيات يعني ثنائيه نظريه اصلا قديمه قوي في الحياه يعني في الفلسفه يعني. تمام. وفي النظر حاجه في الصينيه اللي بيسموها الين يانج. هي الين يانج ثيوري. ايوه الين يانج ثيوري ان احنا نشوف ان الين اللي هم الحاجه البوزيتيف انرجي واليانج اللي هي حاجه النيجاتيف انرجي. ففي حاجات كتير يعني احنا بس الفكره ان احنا يعني في الات فورست اول خطوه ان احنا نبقى بنفكر هل هي دي بروبلم اند اي ويل سولف ات وخلاص وخلصت بكده بان انا مشكله ولقيت لها حل فخلصت ولا هي از ا دايناميك بروسيس اور اون جوينج بروسيس اند ويل لاست فور انفينيتي. وبالتالي دي لا يبقى دي ممكن استخدم لها حاجه اسمها البولاريتي ماب. وهنعرف بعد كده كمان شويه ليتر اون في الويبينار ايه اهميه ان احنا نعمل الكلام ده. طيب وده الفرق اهو بين ان انا يبقى عندي مشكله بحلها وبين ان انا عندي pools to manage. المشكله وبحلها دي not ongoing. انا عندي مثلا دلوقتي جال اخباريه انه في قنبله في المكان الفلاني دي مشكله ولا polarity؟ دي مشكله. هروح اطلع القنبله ولا بتاع المتفجرات ده هيتعامل مع القنبله وبالتالي كده انتهت المشكله بالحل. ولكن في البولاريتي هي ongoing أو dynamic process endless process. زي برضو نفس الفكرة إن إحنا جال المخابرات مثلا بلاغ إنه في شبكة إرهاب نروح نقبض عليهم ولا نستنى لما نبتدي نتتبعهم ونوقع الخلية كلها. فهيبقى في عندي two pools one for security والother for terror أو نحن networking علشان نتتبع هذه الشبكة وهكذا and so on. الـ problem to solve هي solvable لكن الـ polarity هي مش حاجة مش مشكلة من أساس وده هي way of thinking إن إحنا إزاي نفكر فيها ونستغل الـ upsides بتاعة الـ two pools اللي عندنا. هذه الـ problem بتبقى independent alternatives لكن الـ polarity interdependent لا يمكن الاستغناء عن قطب وعن القطب الآخر. هما متصلين هما معتمدين على بعض هما مرتبطين ببعض. هنا الأوبشنز بتاعت solving البروبلم دي كان stand alone لكن زي ما قلنا هنا pools must be managed together ودي power of end. دي contain exclusive opposites يعني فيها صح وغلط yes or no فيها now or later لكن ده ما بيحصلش في البولاريتي زي ما قلنا بيبقى تيم وانديفيديوال كومبيت ولا كولابوريت ورك لايف ولا هوم لايف سنتراليزيشن يعني ابقى بيروقراطيك ومسيطر ولا دي سنتراليزيشن واعمل ديليجيشن واخلي الناس تشتغل. فدي الفكره ان احنا الاول نفكر بالطريقه دي. طيب وبالتالي ده تاني بس كده جاست ان احنا بنعمل ريفريشمنت عندنا زي ما قلنا نفكر الاول في ايه هي هل الفكره اللي عندي دي ليها تو بولز ولا هي بروبلم اند اي ويل سولف ات ولو بولز
يبقى اول خطوه ان انا تو سيتل على اسامي البولز دي. هنا مثلا كيرنج فور سيلف وكيرنج فور اذرز دي مهمه ودي مهمه. حد يقدر يقول ان انا هكير فور ماي سيلف والباقيين يتفلقوا ما لناش دعوه بيهم؟ في ناس اكيد بتعمل كده بس يبقى دي مش بولز. لكن في لازم الاثنين يبقوا مع بعض، زي ما بكير فور ماي سيلف لازم تو كير فور اذرز لان انا مش عايشه لوحدي، وبالتالي الاثنين مهمين. لو بصيتوا حضراتكم في الادفانتج اوف كيرنج فور سيلف، appreciate my needs, dedicate time and or effort, feel good about the way my focus on my self-care and so on. Caring for others برضو low advantage أو low bruise إن أنا appreciate the needs of others or I dedicate the time بس المرة دي لل others و feel good برضو about the way إن أنا بتعامل فيها مع ال others. ولو emphasize على ال caring for self طول الوقت caring for self caring for self، تخيلوا إيه اللي ممكن يحصل. واحد ما بيحبش غير نفسه وطول الوقت ما بيفكرش غير في نفسه، هي will get في الداون سايد ويبتدي الناس بقى ما تبعد عنه، يبتدي السوشيال تروبلز، يبتدي بقى يبقى ايزوليتد، يبتدي مش لاقي حد يكلمه and so on. وفي نفس الوقت لو انا caring for others اكتر من اللازم يبقى انا ما عنديش وقت لنفسي، باجي دايما على نفسي، هتلاقي دايما عايش في ستريس، هتلاقي وفي ناس فعلا كده دايما يعيني بتبقى جاي على نفسها عشان اللي حواليها، في الاخر هو مش عارف يعمل حاجه لنفسه، ما عندوش وقت حتى ينجوي، مش عارف يخلص التاسكس بتاعته، يعني منخرط بكل حواسه في مشاكل الاخرين، ودي برضو is a problem. فاحنا لازم ناخد بالنا من القصة دي، إن إحنا تراي دايماً إن إحنا نفوكس على الأبسايد بتاعة التو بولز وناخد أحسن ما فيهم، وتو أفويد الداون سايدز أوف تو بولز ونبعد عن الديس أدفانتج بتاعتها. وبالتالي ده المابينج بتاعنا، إن إحنا عشان نعمل بولاريتي ماب في كي كونسبت كده مهمة. أول كونسبت فيهم إن حضرتك تسأل نفسك سؤالين: هل البروسيس اللي قدامي دي is ongoing process أو dynamic process يعني، ولا زي ما قلنا هي يعني problem and I will solve it وحت end وحتنتهي. فده أول سؤال، لو هي dynamic process yes. وتاني حاجة هما values بتاعتها interdependent ولا لأ، فكده يبقى احنا بنتكلم على polarity، بنتكلم على pools، احنا بنتعامل مع pools. طيب ده الستراكشر تاني، والستراكشر بيسموه الاول ان احنا تو سي ات يعني ايه. ده الفيرست ستيب في ان انا اعمل ديزاين لبولاريتي ماب، ان انا اشوف البولز، نقعد مع بعضينا برين ستورمنج كده ونبتدي نفكر في ايه تو بولز للحاجه اللي قدامنا، ستابيليتي وتشينج. الستابيليتي له ادفانتج اند ديس ادفانتج، والتشينج له ادفانتج اند ديس ادفانتج. فهو دي اول حاجه ان انا تو سي ذا ماب، اشوف اول البولز بتوع الماب. وبعدين تاني حاجه تو ماب ات. ماب ات يعني ايه؟ يعني ببتدي اكتب الاسم الاولاني هنا وادي الاسم الثاني او بالعكس، مش هتفرق. بعد كده هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اسس اللي انا عملته ده، to learn منه ان انا قدامي دلوقتي في بروز للاستابيليتي وفي كونز اوف استابيليتي وفي بروز للتشينج وفي كونز اوف ذا تشينج. وكاتب لك مثلا اكزامبل في التشينج البيرن اوت، ان الناس اللي بتقعد تعمل تشينج عمال على بطال، الناس بعد كده يعني خلاص بتستهلك وبتبقى تعبانه من كل يوم والتاني في تشينج. احنا النهارده مش عارفه هنغير الدوكيومنت دي ونعملها بالطريقه الفلانيه، بكره الجدول بالطريقه العلانيه، بعد بكره لا غيرنا تاني وعملنا. فعلا ده بيبقى فيري اكزوستنج. فدي الفكره اللي ايه اللي احنا بنقول عليها، او ازاي تو ديزاين ال فديفاين التشالنج، ايدنتيفاي الكي بولاريتي، واجري على النيمز بتاعه البولز عشان ما يرجعش حد بقى يقول لك لا انا ما اخترتش ده وانت اللي قلت الاسم ده. فلازم يكون يعني باي كونسنسس ان احنا قعدنا مع بعض وعملنا برين ستورمنج واتفقنا على اسامي البولز، وبعدين كتبنا كل بول في السيركل بتاعته
وبعد كده نبدأ نبرين ستورم ايه البوز and cons of each بول. دايما الابسايد هو البوز الادفانتج والداونسايد كوادرانت هما الكونز او الديسادفانتج. This is for the first part of this session. وأعتقد لو في أي سؤال أو حاجة عايزين تستوضحوها تقدروا تحطوها في الشات بوكس وإحنا إن شاء الله هنقراها. شكرا دكتورة صحة، شكرا دكتورة دعاء. في الحقيقة والله أنا استمتعت بالمحاضرة يعني وجميلة جدا، بس حتى كنت بقول لدكتورة سامر المحاضرة أكتر بالرائعة. أنا حضرتها مع جيف وحضرتها معاكي، في الحقيقة في منتهى الجمال معاكي يا دكتورة دعاء. شكرا دكتورة أسامة والله. احنا في assignment 1 خدنا بعض التاسكس ان احنا نعملها، وهتفاجئوا دلوقتي في البرزنتيشن بتاع الدكتوره صحة العجاتي ان هي حولت الانسرز بتاعتكم كده لديزاين اوف بولاريتي ماب. فدكتوره صحة هتعرض دلوقتي الفيدباك على assignment 1 اللي احنا خدناها. اتفضلي يا دكتوره صحة. السلام عليكم. احنا هنعرض السلايد دلوقتي بتاعت البولاريتي ماب بتاع اللي هي الخاصة بالفيس تو فيس كوميونيكيشن. تو بولز بتوعنا هما الفيس تو فيس كوميونيكيشن والفيرتوال كوميونيكيشن. ايه البروز والكونز بتاعت كل واحدة منهم اكوردنج للاساينمنت اللي حضراتكم كلكم بعتوه. طبعا يعني انتوا بعتوا معلومات جميلة جدا وكلام احنا استفدنا منه جدا، وان شاء الله يعني لما تشوفوه على السلايدز هتحسوا قد ايه ان الادفانتج والديس ادفانتج بتاعت كل نوع من الكوميونيكيشن يعني كانت فولفيلد بشكل اكتر من رائع. اتفضلي يا دكتوره دعاء بعد اذنك. هنبتدي بالبروز اوف فيس تو فيس كوميونيكيشن، وده كان الاساينمنت سبميتد باي جروب 2. كان أول حاجة في الـ advantage of face-to-face communication هو الـ better students engagement. And the face-to-face communication provides more concentration and less distraction بالنسبة للـ student. Better exchange of information via which students can learn from their peers. Next, Dr. Dua. Better nonverbal understanding. Body language is an important dimension of communication. Both tutor and students are able to see and interpret body language and facial expression. Next. Better learning community. Face-to-face communication allows students feel more comfortable and learn more easily in a familiar traditional classroom situation. Next. More team participation. It allows more participation and collaboration among students. Next, the problem solving بيبقى أحسن في the face-to-face communication. Next, Dr. دعاء. طبعا في بعض الحاجات التوبكس ما تنفعش الا face-to-face communication، زي the clinical skills، زي الجزء البراكتيكال. ده بيبقى أحسن طبعاً في الفيس تو فيس كوميونيكيشن، هو حقيقي ما ينفعوش غير الفيس تو فيس كوميونيكيشن. Effective answering of question and face to face learning the question can be answered more in depth and specific. It gives the students a full understanding and answer. Next, دكتورة دعاء. Effective, clear and on time feedback. ان الفيدباك على الاساينمنت بيبقى اسهل اكتر في الفيس تو فيس كوميونيكيشن، لان التيوتر يقدر يشرح الكلام دوت ويقدر يوصل للستودنتس اي ايرور ويعمل لها كوركشن. نيكست دكتوره دعاء. بيتر اتشيفمنت. الاتندنس اكوايرد ان فيس تو فيس ليرنينج كان ميك ذا كورس ايزير. طبعا بتعمل موتيفيشن اكتر للستودنتس ان هو يقدر يكمل الكورس بتاعه. دلوقتي هناخد الكونز او الديس ادفانتج بتاعت الفيس تو فيس كوميونيكيشن، ده كان اساينمنت بتاع جروب 8 و11. اتفضلي يا دكتوره دعاء. طبعا الفيس تو فيس كوميونيكيشن محتاجه انفراستراكشر،
يعني محتاجة الليكتشر هولز، محتاجة لايت، محتاجة ساوند سيستم، محتاجة تشيرز، محتاجة كلينينج، محتاجة سيكوريتي. الحاجة التانية برضو الترانسبورتيشن واللوجيستيك سيرفيس، ان احنا التنقل من مكان لمكان، كلنا بننزل الصبح، الناس كلها تنزل الصبح عشان تروح الكلية وتحضر هناك، طبعا ده برضو بيبقى مكلف ومحتاج وسائل نقل ويعمل مشاكل اكتر طبعا في المرور زي كلنا ما احنا عارفين. نيكست التايم، بالنسبه للديس ادفانتج بتاعه الفيس تو فيس كوميونيكيشن للتايم، ان ليها ستريكت تايم سكيدجول، في ميعاد ثابت للمحاضره، مش مفروض ان الطالب يتاخر عنه او التيوتر يتاخر عنه. الحاجه الثانيه ان في نيكست يا دكتوره دعاء strict time schedule، في ده time consuming بالذات لو عندنا عدد كبير من الطلبة وحبينا نقسمهم لجروبس هياخد مننا وقت كبير جدا. وطبعا المحاضرة بتبقى too long و short break session، لان احنا بيبقى عايزين نخلص عشان ناخد المحاضرة اللي بعديها. Next disadvantage برضو restricted number of participants according لحجم lecture hall اللي احنا موجودين فيها. next يا دكتورة دعاء الفورماليزم، ان طبعا كلنا حسينا الفرق ده في الفيرتوال كوميونيكيشن، ان بيبقى فيه لازم formal clauses بالنسبة للparticipants اللي رايحين الكلية، او بالنسبة للتيوتر بيبقى فيه uniform كده معين لازم يروح، غير لما بنكون كلنا بنحضره من البيت. يعني الكوميونيكيشن في طبعا في الفيس تو فيس كوميونيكيشن بيبقى في بور ليكتشر كوميونيكيشن بيكوز اوف لارج نمبر اوف بارتيسيبنتس. الحاجه الثانيه برضو المهمه في الكوميونيكيشن ان في بور جلوبال كوميونيكيشن، احنا في الفيرتوال كوميونيكيشن بنقدر نعمل ميتنج زي اللي احنا فيه دوت، وفي ناس من السعوديه بيحضروا معانا وفي ناس من السودان بيحضروا معانا، ده مش افيلبل طبعا في الفيس تو فيس كوميونيكيشن. نيكست الافيلابيليتي بتاعه المحاضره، ان دايما في الفيس تو فيس كوميونيكيشن صعب انها تبقى ريكوردد وان الطالب يقدر يسمعها مره ثانيه. نيكست يا دكتوره دعاء الانفيرمنتال كونديشنز ويل هندر الفيس تو فيس كوميونيكيشن، طبعا كلنا شفنا السنه اللي فاتت والسنه دي الكوفيد 19. في حاجه كمان احب اضيفها، لما بيبقى فيه مطر كتير قوي زي ما شفنا برضو في قبل كده، ده كان بيبقى فيه مشكله في المحاضرات والمروح للكليه وكده. هنبتدي دلوقتي نتكلم على الادفانتج اوف فيرتوال كوميونيكيشن اللي هي submitted by group 9. الفيرتوال كوميونيكيشن طبعا تايم سيفنج، لان بيبقى في الميتنج بيبقى سهل جدا وبيبقى افيلبل، وان احنا نقدر نعمل السكيدجول بتاعنا في الوقت اللي احنا عايزينه اللي بنتفق عليه مع بعض من غير تنقلات والكلام دوت. الكونفينينس الستودنت كان كوميونيكيت وذ وان انذر فروم وير ايفر، it's not necessary for them to meet in person. برضو cost benefit، زي ما قلنا ان الفيرتوال كوميونيكيشن بتسيف الماني بتاع الترانسبورتيشن، التجهيزات اللي بتبقى موجوده في الاورجنايزيشن بتاعتنا عشان خاطر الليكتشرز وكده. quick tool virtual communication connects you with other person in a matter of seconds، يعني مجرد الواحد يعمل كليك ويقدر يتواصل مع الparticipants tour. promotes flexibility، طبعا this is critical for busy people، لان ممكن الواحد بيكون مشغول لكن ممكن يبقى عنده ساعه في وسط النهار يقدر يحضر فيها virtual meeting. next enables organization to select talent from anywhere، يعني ممكن ابتدي استعين بستاف من اماكن اخرى talented في برانش معين يقدروا يعملوا برزنتيشن للماده العلميه بتاعتي. increase productivity، طبعا لما احنا بنعمل saving للتايم فالاتشيفمنت بيبقى اعلى والبرودكتيفيتي بتتحسن. improve المود، طبعا ده كان برضو يعني بروس حلو قوي قالوا الجروب 9،
ان الواحد لما بيشتغل في مكان ثابت دائما وابدا بيروح نفس المكان نفس الليكتشر هول، الى حد ما المود بتاعه بيبقى مش حلو، لكن لما بيغير شويه ويحضر في اماكن اخرى المود بيتحسن. نيكست، reduce the requirement for additional office room space، لان الفيرتشوال كوميونيكيشن مش محتاجه مكتب معين ولا زي ما قلنا محتاجه ليكتشر هول او كده. نيكست يا دكتور دعاء، طبعا من اهم الحاجات في الفيرتشوال كوميونيكيشن ان احنا نقدر نعمل ريكوردنج للسيشن وتبقى افيلبل ونقدر نسمعها اكتر من مره. دلوقتي احنا هنتكلم على الكونز اوف فيرتشوال كوميونيكيشن، وده كان الاساينمنت سبميتد باي جروب 13 اند 10. المشكله الازليه تكنيكال بروبلم، الانترنت يبقى فيه مشكله، الكونكشن يبقى مش حلو، التواصل يبقى صعب من خلاله. ان هي نوت سيوتس اول توبكس، زي ما احنا لسه قايلين ان الكلينيكال سكيلز والجزء البراكتيكال ما ينفعهوش خالص الفيرتشوال كوميونيكيشن. نيكست، الابلكيشن والاكتيفيتيز ار نوت افكتيف، يعني لو حبينا نعمل طبعا نقسم الطلبه لجروب ونعمل اكتيفيتي وكده الوقت برضو بتاخد وقت اطول شويه لو هي عن فيس تو فيس كوميونيكيشن. التيم ممبرز ماي بي ان ديفرنت تايم زون، يعني ممكن احنا نبقى عندنا قاعدين دلوقتي في ميعاد مناسب لينا، لكن لو بنعمله مثلا في لينا حد بيشارك معنا من امريكا اكيد الوقت هيبقى مش مناسب خالص. الpersons may not know each other، لان العدد بيبقى كبير قوي فمش كل الناس تقدر تتعرف على بعضيها. اخر حاجه هي expensive، لان طبعا استخدام الانترنت واستخدام البروجرام والبلاتفورم بيبقى الى حد ما مكلف. فديت كانت الassignment 1 اللي حضراتكم عملتوها، واحنا حطيناها في سلايد واحده اللي هي البولاريتي ماب اوف فيس تو فيس اند فيرتشوال كوميونيكيشن. واحنا فعلا بنشكركم على المعلومات القيمه اللي الجروب كلها شاركت فيها وبعتت. ثانك يو. دلوقتي الدكتور اسامه الشاذلي هيكمل معانا البرزنتيشن. اتفضل استاذ الدكتور اسامه. شكرا جزيلا دكتوره سحر، وشكرا على المجهود الكبير اللي انت عملتيه والمجموعه طبعا في تجميع البروز اند كونز في كل بول من البولاريتي ماب. احنا بعد ما عملنا الايتمز دي وحددناها وحطينا البروز اند كونز في كل واحده هنعمل بيها ايه، ده اللي هو الجزء اللي احنا هنتكلم عنه في السلايد اللي جايه. ثانك يو سو ماتش دكتوره سحر، وثانك يو طبعا لكل الجروبس فور ذير كونتريبيوشنز، كانت يعني انبوتس كتيره مهمه وكويسه جدا منكم. هنكمل، بس احنا دلوقتي جمعنا البوز اند كونز في البولاريتي ماب، how we can get benefit من كده كorganization بقى. يعني احنا دلوقتي عندنا في الorganization وبدأنا نشوف الface to face وبدأنا نشوف الvirtual communication and so what، يعني هنعمل بيهم ايه. وده الحاجة اللي جاية اللي احنا هناخد فيها بس two slides، how to leveraging، ودي الـ stable five في البولاريتي مابينج. احنا قلنا اول حاجة to see ان احنا to see الماب دي او الحاجة اللي عندنا two pools اللي عندنا، وبعدين نعمل لهم مابينج، وبعدين نعمل assessment لل انها البنفت اللي احنا جات من pools and cons، وhow to learn منهم ان احنا بقى نعمل leveraging او ان احنا نعمل what is called ان احنا to keep الابسايدز بتاعت البوث بول. انتوا كنتوا دايما في كل السلايدز اللي فاتت شايفين الفور كوادرانت دول، بس دول كانوا جزء من البولاريتي ماب، دول بورت من البيكتشرز، الهول بيكتشرز بتاعت البولاريتي ماب هي دي. كانوا ناقصين ايه؟ كانوا ناقصين حاجتين كمان على الابسايدز وحاجتين كمان في الداونسايدز. اللي فوق بيسموهم الاكشن ستيبس، واللي تحت دول بيسموهم الايرلي وورنينج. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي عرفت caring for myself لو البونز الفلاني والفلاني والفلاني، وهقدر اخد منه الادفانتج الفلانيه والفلانيه والفلانيه. طب ايه اللي مطلوب مني علشان to sustain this upside quadrant او البوز بتاعه caring of myself؟ محتاجه action plan علشان امينتين او to sustain
ان انا افضل طول الوقت عارفه احافظ ان انا بكير فور ماي سيلف، ودي اللي بيسموها الاكشن ستيبس. يعني انا مضطرين بعد كده محتاجين نقعد بعد كده ونفكر ايه الخطوات او ايه الاكشن ستيبس اللي انا ينفع اخدها علشان احافظ على او تو مينتين الادفانتج او يخليني دايما في الاب سايد اوف ذس بول. فهنا مثلا يعني شايفين الاكشن ستيبس هي بتبقى عباره عن ايه، مين اللي هيعمل الحاجه وهيعملها في وقت قد ايه وهيعملها ازاي. يعني انا تو كير فور ماي سيلف مثلا ده بيخليني انجز التاسكس بتاعتي، فانا محتاجه ان انا في نفس الوقت اعمل ايه في الاكشن ستيبس، ان انا اي سكيدول تايم ان ماي كالندر فور سيلف كير لايك الووكس والفاميلي تايم. فانا دايما هبقى محتاجه وانا بنظم المواعيد بتاعتي دايما في مواعيد حطاها لنفسي فيكسد هعمل فيها الحاجات بتاعتي، ومواعيد تانية او تايم تاني هعمل فيه حاجه لاهلي لعيالي لبيتي لشغلي لاي حد تاني. فمش طول الوقت هبقى فوكس على ماي سيلف ولا طول الوقت هبقى فوكس على الاذرز، لا انا منظمه عامله اكشن بلان انه كل يوم في الساعه الفلانيه مثلا هروح الجيم، في الساعة دي هقعد مع الولادة أذكر لهم، الوقت ده هطبخ لهم، الوقت ده هنروح زيارة عائلية أنسوهم. فده المجهود اللي بس هيبقى محتاجينه إكسترا علشان to keep دايما نفسنا في الأبسايد بتاع الكيرينج of myself. طيب لو حصل إن أنا فضلنا بزيادة إنفاسايز على إن أنا بكير مايسلف، إن أنا بكير مايسلف وماليش دعوة الباقيين يتفلقوا، لما أخلص اللي وراي الأول وأبقى أقوم أعمل لكم، لما أعمل الشغل الأول وبعدين أبقى أعمل شغل الكلية، لما أخلص أروح الجيم وأروق على نفسي ومش عارف أعمل إيه وبعد كده العيال تتفلق أو أي حد، أو هنروح نزور مثلا أهلنا بس بعد ما نخلص كل اللي ورانا. فمع الكيرينج اوف ماي سيلف بزياده ده هيخلينا تو جيت في الداون سايد، ان احنا نبدا تظهر الديس ادفانتج زي ما قلنا، ويبقى الناس يبتدوا ينفروا مننا ويبقوا زعلانين مننا ويبقوا متضايقين مننا، وان احنا في تاسكس كتيره كانت علينا وما عرفناش نعملها، والسوشيال ريليشن شيب بتاعتنا بقت منيله وزي الزفت. فمحتاجين محتاجين يبقى عندنا ايرلي وورنينج او بيسموها ريد فلاجز كده تقول لك لا استوب بقى، انت كده نزلت في الداون سايد بتاع هذا البول ولازم ان انت تو جيت تو ذا اذر بول، لازم شويه تراعي الناس التانية، ما تبقاش دايما فوكسنج اون يور سيلف. انت معاك ناس وعايش في وسط ناس وعايش في وسط زمايل، فمحتاج ان انت تو جو تو ذا ابر اب سايد بتاع الاذر بول. فدي الجزئية اللي كانت ناقصة، إن إحنا مع الأدفانتج أو مع الأبسايد بول محتاجين يبقى عندي أكشن ستابس تو مينتين الأدفانتج بتاعت البول ده، وفي نفس الوقت لما أبدأ أنزل في الداون سايد حاجات كده علامات وورنينج ساينز تقولي لا استوب بقى، ده أنت كده من كتر الإنفاسايز على هذا البول بدأتي هتدخلي في الديس أدفانتج بتاعته، فالحقي نفسك وابتدي روحي للأبسايد of the other pool. طيب روحنا للأبسايد of the other pool، هو محتاج مني action plan علشان to keep or maintain the advantage of this pool. وفي نفس الوقت لما أبدأ أنزل في الداونسايد من كتر ما أنا فوكس على الكيرينج of others يبقى عندي حاجة كده تقول لي stop، أنت دلوقتي بدأتي تنزلي في الداونسايد pool، فتروحي شفت على طول على الاذر ابسايد اوف ذا اذر. عشان كده دايما في انفينيتي مارك اللي هي رايحه جايه رايحه جايه، دايما بتراي ان انا ابقى في الابسايد اوف تو بولز وافويد الداون سايد اوف تو بولز، ودي اللي احنا بنسميها الاكشن ستيبس والإيرلي وورنينج، علامات تحذيرية كده تقول لك لا استوب، خد بالك انت بدأت تدخل في الـ disadvantage of face to face اللي حضرتكم لسه ذاكرينها من شوية. فأعمل ايه بقى؟ أحط لنفسي كده واحد اتنين تلاتة. هنا مثلا في الـ caring of myself أنا I receive feedback that I am neglecting work، لما يجي لي بدأ يظهر مؤشرات لا ده بدأ المدير بتاعي يشتكي ان انا ما بنجزش الشغل اللي ورايا،
الله يبقى أنا معنى كده إيه إن أنا مركزة على نفسي ومش مركزة على الشغل، لا يبقى أنا محتاجة أقول هنا I structure في الكالندر بتاعي إن أنا هحط fixed time إن أنا لازم أخلص كل يوم جزء من الشغل اللي علي وهكذا. دي الفكرة في بقية البولاريتي ناب عشان تبقى الصورة وصلت لنا إن أنا حطيت التو بولز، فكرنا وعملنا برين ستورمينج للفيس تو فيس الأبسايدز بتاعه والفيرتشوال كوميونيكيشن الأبسايد بتاعه والكونز بتاعت الفيس تو فيس والكونز بتاعت الفيرتشوال كوميونيكيشن. طيب الادفانتج الكتيرة الحلوة بتاعت الفيس تو فيس اللي حضراتكم قلتوها محتاجين تو مينتين ات، نحافظ عليها. نحافظ عليها ازاي؟ احط لها اكشن ستيبس، احط لها ان انا هعمل كذا وكذا وكذا علشان to get the most benefit of this tool. وايه الحاجات اللي لما اشوفها بعيني اقول لا استوب بقى، ده احنا بدأنا ندخل في the disadvantage of face to face، فنستوب ونبدأ to shift على الاونلاين علشان ناخد الادفانتج بتاعته. طيب ولما نemphasize قوي على الاونلاين ويبقى حياتنا كلها اونلاين، لا ده احنا كده بدأ يظهر لنا warning signs أو early warning اللي هي دايما بتبقى indicators، بتبقى حاجات measurable يعني وقت، حاجات نعرف نعدها، حاجات كمية مش كيفية. وبالتالي هاخد بالي لا ان انا جو تاني للface to face وحافظ على الادفانتج والابسايد بتاعه. ظهرت لي warning signs اللي احنا هنحطها، لا يبقى انا محتاجة to shift للأونلاين and so on، بحيث إنها تفضل dynamic process ونفضل محافظين دايماً على نفسنا أو as good as possible يعني في الـ upside quadrant بتاعة الـ two pools. هذا الـ action steps، وادي الـ warning signs اللي هو بيقول حضرتك بتبقى دايماً measurable يعني indicators، وبالتالي تبقى measurable يعني حاجات كمية نعرف نعدها، وبالتالي بتبقى دايماً increase في كذا أو decrease في كذا. فدي الحاجات اللي محتاجين نفكر فيها لما نحط two pools عندنا in the polarity map. دي for example هي زي ما قلنا لو حابين تقروا مثلاً ال caring for others، إيه ال action steps اللي هاخدها علشان أحافظ على هذه الadvantage اللي أنا بجين لما I care for others. إن أنا structure في الكالندر بتاعي appointment on weekly basis focus على serving the others. خلاص يبقى أنا حافظت على إن عندي مواعيد ثابتة، هروح لمامتي، هروح لإخواتي، هروح مش عارفة لخالتي، هروح لعمي، يبقى أنا عندي جدول schedule محدد والكالندر مكتوب فيها الكلام ده وهلتزم بيها. Ask several people a day how might I support you right now. خلي دايما عندك كده جزء مخصصه تساعد فيه الناس ايا كان بقى هم مين. طيب ولما نفوكس قوي وانفاسايز قوي على ان انا بكير الاذرز هيبدا يظهر لي ايه؟ يقول لي لا استوب وخد بالك ان انا I have no energy to give to anyone or anything. انا خلاص استهلكت اللي بدأ يطلب مني حتى أعمل له وأحضر له عيد ميلاده ولا أروح مثلاً حفلة ولا أروح أتغدى مع أصحابي. لا يا جماعة أنا أسفة جداً أنا مش قادرة، ده أنا هل كان. وكل واحد يفكر هيلاقيه فعلاً في مراحل بيوصل فيها للمرحلة دي، إن أنا لا يا جماعة أنا مش قادرة أقوم من على السرير، أنا مش قادرة أقوم من مكاني، أنا سيبوني كده زي ما أنا وخلاص rest in peace يعني مش عايزة حاجة، مش هعمل أي حاجة في الدنيا. I'm sleeping less than 7 hours per night for 5 or more nights per week. فدي كلها علامات تحذيرية إن أنتوا يا جماعة بتستهلكوا نفسكوا أكتر من اللازم بإن أنتوا بتفوكس أو بتكير على الأذرز. يبقى ستوب كده بقى ونبدأ نشفت تاني إن أنا أركز إن لازم يبقى في وقت لنفسي وفي حاجتي ووقت ليا، بروح الجيم، بخرج، بعمل شوبينج، بعمل أي حاجة. And so on. This is how we get benefit إن إحنا يبقى عندنا polarity map ويبقى الـ organization بتستفيد من الـ polarity map بالطريقة دي علشان تعرف هي هتمشي إزاي وتروح في أنهي بول. Work و home دول الاتنين.
الشغل والبيت، هنشتغل من الشغل ولا هنشتغل واحنا قاعدين في البيت؟ بيقول ده له advantage و disadvantage، وده له advantage و disadvantage. وبالتالي محتاجين action steps for the upside rules علشان to maintain the positive result، ومحتاجين indicators في the downside rule when we are over emphasized على هذا البول to shift لل upside of the other pool. I hope إنه الموضوع يكون واضح وسيمبل، وأنا كده خلصت هذا الجزء وهننتقل لدكتور أسامة هيديكوا overview على assignment 2، وبعد كده اللي عنده أي سؤال يتفضل. شكرا جزيلا دكتوره دعاء، برضو مستمتع بالاكزامبلز اللي انت بتديها، وحقيقي احنا كلنا عايشين المأساة دي، يعني السلايدز دي عايزين نسيفها ونحتفظ بيها علشان نمشي عليها الحقيقة. طيب احنا بعد العرض الجميل ده وبعد الريفيو بقى للبرينسيبلز بتاعت البولاريتي مابينج، وبعد كده ازاي دكتوره سحر عرضت ازاي انتوا حطيتوا الايتيمز دي بتاعت اساينمنت 1 على polarity map pros و cons. الassignment 2 هتبقى ان احنا ناخد action steps زي اللي قالتها لنا دلوقتي الدكتورة دعاء، واحنا هنوزع الassignment على الجروبس بتاعتنا اللي موجودة عندنا على الموديل. بالنسبة لجروب 2 you are kindly requested to identify action steps to be taken to ensure what how can we remain in the upside of this pool، يعني what measures who by when and what are the measures اللي نقدر ناخدها to keep us on the upside of the pool of face to face communication. اوكي ده بالنسبه لجروب 2. بالنسبه لجروب 8 وجروب 11 هناخد warning signs. So you are kindly requested to identify the early warning signs that indicate that you are placing too much emphasis on this pool بالنسبه للface to face communication. ومطلوب برضو ان انت تحدد الميجرابل انديكيتورز، حاجات نقدر نقيسها can be counted زي ما قالت الدكتورة دعاء، that will let you know that you are getting into the downside of this pool. بالنسبة لي جروب 9 هتاخد الاكشن ستيبس required to be taken to ensure that we remain in the upside of the virtual communication pool. برضو هتحدد what, who, when and what are the measures needed to keep us in the upside of this pool. وبالنسبة لي آخر two groups, group 10 and the group 13, you are kindly requested to define a warning signs برضو اللي ممكن تخلينا emphasis on the lower pool of the virtual communication. Again, هتحدد measurable indicators, الحاجات اللي نقدر نقيسها that will lead you get into the downside of the virtual communication pool. واضحة كده الassignments والجروب والتوزيع، تقدروا تاخدوا منها سكرين شوتس. والديت تايم بتاعنا بتاع الassignment دي هيبقى يوم 14 أغسطس الساعة 12 بالليل، والتاسك دي هتبدأ إن شاء الله النهاردة بالليل وهتنتهي يوم 14 أغسطس الساعة 12 بالليل. كده احنا انتهينا من الزوم ميتنج، I think we are on time بالضبط، يعني خدنا وقتنا مظبوط. دلوقتي we have a few minutes for questions. معنا بقى الدكتورة، كل الجروب بتاعنا موجود سواء كان بالنسبة لassignment 1 أو assignment 2. لو في أي questions محتاجة تسيب please use raise your hand option. أنا بعد إذنك بس دكتور أسامة عايزة بس أنوه على حاجة صغيرة، إنه حضراتكم في تمبلت معمول يعني one slide of PowerPoint، حضراتكم هتلاقوها موجودة على الموديل وهتتبعت لكم كمان attached في الإيميل، فيها نفس السلايد دي من غير طبعا الفوق يعني سوري ثانيه واحده، فيها الفور فيها اللي هي البولاريتي ماب مع الانبوتس اللي حضراتكم واخده عملتوها، وحضراتكم هتاخدوا الاكشن ستيبس على السلايد دي وتبعتوها لنا او تطبعوها على المودل دي. فده بس في تمبلت يعني فور ذيس اساينمنت هيبقى اتاتشد ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتور اسامه. شكرا دكتور دعاء. دكتور سمر كمان لو حضرتك عايزه تضيفي حاجه. لا تمام كده اكسلنت يا دكتوره دعاء، ثانك يو سو ماتش. انا نفسي انبسطت يعني عجبني قوي الاكزامبلز و
يعني طريقة شرحك للموضوع. The only thing I might add للحدوتة دي هي إن وإحنا بنعمل action steps أو بنكرر the warning signs, it's always good to look at the two quadrants, مش quadrant واحد. يعني إيه؟ يعني لو أنا بفكر في the action steps بتاعت how to maintain the virtual communication upside, اللي هو المفروض إنها شغلانة بتاعت group 9, صح كده؟ هيبقى مطلوب مننا نبص على الكوادرنت ده اللي بتوريه لنا دعاء, وكمان هنبص على الداون سايد بتاع البول الثاني, الداون سايد بتاع الفيس تو فيس كوميونيكيشن. خد بص عليهم كده قبل ما تقرر الاكشن ستيبس بتاعتك ايه, لان لما هنبص على الداون سايد بتاع البول الثاني it kind of gives you an indication on ايه الحاجات اللي ممكن تعملها علشان تفضل في الابسايد بتاع البول ده. يبقى بنبص دايما على التو adjacent poles, خلاص كده. وكذلك طبعا جروب 2 هيبص على الابسايد بتاع الفيس تو فيس كوميونيكيشن ومع الداون سايد بتاع الفيرتشوال كوميونيكيشن برضه. نبص عليهم بصه الحاجات اللي انتوا كاتبينهم, وبعد كده نفكر هو ايه بقى الاكشن ستيبس, ايه الحاجات اللي ممكن نعملها بحيث ان احنا نضمن ان احنا نفضل في الابسايد اوف ذس بول. بالنسبة للearly warning signs, السؤال هو طبعا هعرف منين, وخلي بالنا بقى من اللي جاية دي, very early, ان احنا هندخل على downside of the pole. يعني معناها ايه؟ لو مثلا انا بتكلم في حاجة زي مثلا الface to face communication, downside, ما ينفعش ابدا تيجي تقول لي downside ان الناس تستقيل, ده مش downside, ده مش warning sign, ده مصيبة. أنا لو استنيت لما الناس تستقيل ده ما بقاش اسمه warning sign. إنما ممكن تقولي مثلا إنه هبتدي أسمع شكاوي من الناس وقت اللانش بريك مثلا على جنب, بسمع كل اتنين ماسكين بعض كده وبيلقوا مع بعض وبيشتكوا, دي اسمها warning sign. إنما مش هستناهم لما يستقيلوا وبعدين أقول أصل warning sign إن الناس مثلا استقالت أو إن success rate بقى 20%, ده بس مش warning sign, ده هو ده توصيف للفشل. فدايما واحنا بنفكر في warning sign فكر في ايه early indicators, بس كده. Thank you so much. انا كان عندي سؤال, يعني احنا مثلا كجروب 13 early warning for virtual communication, اقدر اقول مثلا انه يعني decreased الاتندنس ريت نفسه لما بيبتدي يقل معايا واحده واحده في الاونلاين ميتنج, ده يعتبر early warning, صح كده؟ لازم تحددي اتندنس ريت بس قد ايه, يعني ب 10% 15%, في الحاله دي يبقى warning sign, انما ما تسيبهاش اتندنس ريت ومفتوحه, لازم يبقى كاونتبل. وطبعا الاتندنس ريت طبعا انا بقول للناس تعالوا ميتنج الاقي 2 يجوا من 20, في حاجه غلط, بس فايت از a warning sign, an early warning sign. بشكر الادفايزر بتاعنا الدكتوره سمر على تعبها في اثناء فتره التحضير, وبنشكر طبعا زملائي في الام ال ويب, وباخص الدكتوره دعاء مرسي والدكتوره سحر العجاتي على الباوربوينت برزنتيشن, وان شاء الله نلتقي في الاساينمنت بتاعتنا ان شاء الله هتبدا النهارده بالليل. بنشكركم وهنستنى منكم الانسرز والفيدباك. نشوفكم على خير.